طلعت من الجامع، قابلني توك توك، قال لي عم سامي ايه الحاجة دي؟ امجد متعور في موقف العاشر. خدت بعضي ورحت موقف العاشر، جاي ادور على امجد مش لاقيه، ادور على عمال مش لاقيهم. لقيت واحد الناس اللي قاعدين في الشيب بتوع السجاير في الشارع، فقالوا لي ده امجد اتعور راح المستشفى. هو امجد كان بيعمل ايه اساسا في الصورة دي؟ امجد كان بيعمل ايه هناك اساسا في الصورة؟ وعنده عربية بتاع كبدة في موقف العاشر. فروحت على المستشفى، لقيت بقى اللي حصل، لقيت الجمهور والناس كلها ملمومه، في ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل لي؟ امجد قال امجد خلاص، امجد تعيش انت. كلمه امجد تعيش انت، انا انهارت طبعا، انهارت وتعبت يعني، وحتى وقعت في الارض. فجي ظابط المباحث بقى الله يمسيه بالخير، قال لي تعالى انت والده، تعالى شوفه الاول واطمئن عليه، مفيش اي حاجه، ان شاء الله خير، وان شاء الله ايه احنا لزمنا القاتل. قلت له ماشي، مين اللي عمل كده؟ قالوا لي بقى ده فارس، وحكوا لي الوضع يعني، فارس وأمه واخوهم احمد. انا تعبت مع يعني مش قادر، لحد ما وصلت للبيت، هي ما تعرفش حاجه، امه ما تعرفش حاجه، حتى ما رضيتش ارن عليها واقول لها الا لما جيت انا وقلت لها حصل كده. ايه لمت الدنيا علينا بقى، قلت لها بقى لمت الدنيا علينا، حصل اللي حصل، ازاي مش ازاي؟ قلت لها ما اعرفش يعني. كان معانا المغرب ورا العشاء قالوا اتقتل، ازاي ده؟ فده تسالني بقى لحد ما سمعنا الخبر بقى، شهود الناس ونشهد العيان واللي كانوا شغالين. عايزك تحكي للناس طيب ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان هو لما راح الموقف العاشر، فلقى العامل كان متخانق مع العبد الصبح اللي هم قتلوه، كانوا متخانقين عشان ميه، كل حاجه بياخده من عنده، كل حاجه بياخده، هو بيصرح لكل حاجه وكل حاجه، بس الميه ما نجيش جنب منها. ضربوا العامل ما رضيش يقول لامجد في اليوم ده، ما رضيش حتى يتصل بيه يقول له ضربوني وبتاعه، وقطعوا التيشيرت بتاع الشغل عشان عايزين ميه بالعافيه. فمصطفى رمى لنا ميه في الشارع وقال له ما فيش ميه، اتصرفوا. قال ما مسك امجد، المهم ايه لف راح يحاسب امجد، يقول له عاتبه يعني عتاب القنو ده، بيقول له ايه امجد احنا بنطلب ميه ما بيردناش ميه. قال له اخي هات لك برميل ميه، قال له لا ميه ما فيهاش حاجه. فقام ضارب امجد بالقلم، قال له انا هاخد ميه غصب عنك. امجد قام من ايه؟ مديله بالقلم تاني، رد عليه القلم وسابه ومشي، سابه ومشي. هم جم وراه قاموا مكتفينه، كتفوا قنو ده، وجي جاب السكينه حطها في رقبته. بعد ما وقع في الارض احمد ده بقى التالت اخوهم بالكرسي عليه وهو نايم، يعني هو واقع، هو ضرب وقال لك لسه صاحي هنخلص عليه، ونزع عليه بالكرسي. ادي الموضوع كله في لحظه، في ثواني، عشان شويه ميه. يعني هم كانوا عاقدين النيه ان هم يموتوه، النيه مبيته يعني رسمين ان هم خلاص هيقعهم جديه في الوقت ده وهنخلص عليه. انا سمعت الخبر في الجامع، انا في الجامع وانا طالع قابلني بتاع التوك توك، قال لي عم سامي ايه الحماقه، امجد متعور في موقف العاشر، متعور. انا قلت بقى متعور يعني تعويضه كده بتاع. رحت المستشفى لقيته خلصان. انا اتجننت بس عايز اطولهم او اشوف حد منهم. انا يعني مستحمل اللي خلاني كده، رئيس المباحث هداني وقال لي ان شاء الله حق امجد هيجي بالقانون، ما تعملش اي حاجه، عشان كده انا مع القانون وربنا موجود، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا بالنسبه لامجد، امجد كان ايه يعني، والله العظيم ايه من القران، بيزكي، بيصوم، بيساعد الفقير، بيمشي يقول للصغير الكبير السلام عليكم ويسلم عليهم، ياخدهم بالحضن، محتاج يديهم العمال، محتاج يديها، يقول اي عامل محتاج حاجه قول لي، خلاص ما تقول لي، قول لي انا ما ماتش دعوه اي حد، تعالى قول لي محتاج ادي كده، انا معاك، امك تعبانه، امك عيانه، انا اساعدكم. كان نفسك تقول له حاجه قبل ما يروح يا عم؟ الله يرحمه ما كانش مخليني عايز حاجه، يعني ما كانش مخليني عايز حاجه، حتى الهدوم كان بيجيبها لي، هدومي انا غياراتي كان بيجيبها لي، يجي بالليل وانا نايم الساعه الفجر، بعد الفجر كده اصلي الفجر واجي الاقيه سايب لي المصروف تحت دماغي وانا نايم، عشان ما احسسيش ان هو عامل حاجه كده. يا ابني ليه كده؟ انا في ساعتها اشوف اقول له يا ابني ليه كده، دي يعني الفلوس دي عامل بيها ايه؟ قال لي يا بابا لا يا بابا انت عندك مصاريف وبتاع ومش عارف ايه.
وبعدين لا بتاع السيجاره ولا بتاع، كان بقى بيتوبني من السجاير. انا كان بيحلفني 100 يمين ان انا ما اشربش سيجاره معاه او قدامه، ما بحبش الدخان. ومصيهم في الشغل، اللي اي حد جعان ياكلوه، اي حد محتاج فلوس يدوله، ملكوش دعوه سجله قولوا لي. انسان يعني محترم، بينزل الجامع، بينزل الجامع يصلي مثلا الفجر مثلا مع الجماعه، ياخد لهم معاه ترمس ميه، ترمس شاي، والله اكل وشرب، شيبسي. يقولوا لي يا عم سامي مش بيجي، فيجي الفجر يصلي مش مخلينا عايزين حاجه. انا عايز حق ابني، ابني اتقتل غدر واتاخد مني غدر في يوم وليله، انا عايز حقه وباقصى سرعه. انا مش عايز الطول دوت، وبناشي حكومه السلام يجيبوا الهربان دوت، الهربانين دول لازم يجوا، لازم يجوا عشان ارتاح، ياخدوا عقابهم. هم هربانين بياكلوا ويشربوا بره، وانا محروق دمي. ربنا ينتقم منهم اشد الانتقام، زي ما حرموني من ابني. هم مش موتة وانجد، بس بيت كله راح، بيت كله مات، وهم في السلام. هم يمشون هنا الناس بتقول ويرنون علينا من ارقام غريبه، عايزين اخواته يروحوا يعملوا المشاكل، بس احنا ما إلنا في المشاكل، احنا مفوضين امرنا لله وللحكومه. يجون يخبطوا ويقولوا فلان هنا، عايزين عيالي يروحوا يسوون مشاكل، انما احنا مو بتاع مشاكل ودم وكده، بريئين من الحاجات دي. انا عايزه بس حق ابني، وعايزه عدل ربنا، عايزه القصاص ليهم. والحمد لله انا راضيه بقضاء ربنا وحمده وشكره، بس ايه، عايزه قلبي يبرد، ينعدموا ينعدموا. مش حرام ذولا اتنين اللي قتلوه هربانين من 3 شهور، ابني مات وخلاص ربنا افتكره، يشيل كرسي حديد ويضربه 4 مرات ويمشي هنا في السلام؟ ده يرضي مين؟ ده يرضي مين ده؟ ده انا ست بغلي، بغلي لو بايدي اقطعهم حتت حتت. بس احنا نرجع ونقول ايه، احنا مش بتاع الشغل ده. انا عندي 3، اشرف وامجد ربنا يرحمه وايمن، انما مش الثلاثة دي، مصر كلها اولادي. تيجي تبوس ايدي ورجلي ويقولوا لي يا امي امرينا، بس انا عمري ما احب الوساخة والدم، مش شغلتنا دي. احنا ناس نعرف ربنا، انا عايزة القصاص، عايزة عدل ربنا. ده يعدي من هنا يعدي، والناس بيقولولنا يعدي، بس احنا مالناش في الحاجات دي. ليه؟ فين الحكومة راحت؟ مش هو عمل حاجة غلط يتمسك ويترمي كده كده؟ هو هيتقاب، ولو حصلت المحكمة يتحكم غيابي. احنا مش جاهلين على الحاجات دي، نعرفها، بس ليه سايبينا كده؟ ليه؟ ما ممكن بعد يعملوا حاجة ثانية في واحد ثاني؟ بقت عادة عندهم، هم سوابق. 29 قضية عندهم، قتل وسرقة ومخدرات وكل حاجة، ولحد دلوقتي سبحان الله. شوف ربك شلون كريم، أمجد راح جسد، روحه معايا في كل حتة يطبطب عليه، كل حتة معايا، هنا 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 أشوف. هي دي الحاجة مطمناني، وربك حنين وكريم. أمجد معايا، جسد راح، روحه معايا. بيجي بيطبطب علي يقول لي يما إيه الجو ده، عشان على طول البيت ظلمة ومشغلي القرآن عالي بقالي 3 شهور كده. يقول لي إيه يما، والله العظيم وأقسم بكتاب ربنا وأنا لسه مصلي العشاء، بيطبطب علي ويقول لي إيه الجو ده يا ماما، إيه يا ماما فكي. شفت ده أمجد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، يا رب تجيب اعز ما عندكم. يعني ايمن امجد روحه معاكي؟ اروح والله العظيم، انت بتكلمني هو معايا، والله اقسم بكتاب ربنا وانا ست مؤمنه ولسه مصليه العشاء. راح جسد، ده يجي يسالني على اخواتي واحد واحد. ايه يا ماما ايمن زعلان ليه؟ شوفي اشرف ماله، خشي لابويا، والله العظيم اخش لابويا الاقيه بيصلي، اقسم بالله. ده انا لو انا قاعده كده وغميت عيني يجيلي قاعد معايا هنا هنا هنا، بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفر، يا رب تجيب اعز ما ليكم. كده كده انتوا رايحين، ربنا في كتاب العزيز قال من قتل يقتل ولو بعد حين، بس احنا بنغلي، عايزين ربنا يجبر في خاطرنا، وانا ام يجبر في قلبي، ونفسي اشوفهم يتعدموا. انت عارف لو اتعدموا 1,000,000 مرة امجد خلاص راح عند ربنا، بس ايه، الواحد ناره تبرد حبة. ما هو امجد كان رجل، كان هيبة، كان يعملوا له 1,000,000 حساب، بس هو طيب مش بالشر، بالطيبة، لسانه حلو، لسانه. لو لقى 2 بتاع عربيات يتخانقوا بيقول له عمي ايه انت بتتخانق ليه؟ يقول اصل ده كسر الازاز بتاع العربية. طب الازاز بكام؟
روح شايل فلوس ومد. طب انت مالك؟ لله، عشان ايه ما تصير خناقات. احنا ميتين، احنا مش فل... لا نعرف الاكل ايه، الماء ايه، سبحان رب... الله اللي خلينا نخش نتوضى ونصلي. هي دي حياتنا، والله العظيم ما اعرف انا امتى اكلت اخر مره. اقسم كتاب ربي اعمل الاكل ويترمي بعمل بعد خلاص، لا اكل لا شرب، نعرف نصلي وخلاص والحمد لله وندعي له.